أزول تحية إموك عرفينو كنا يحدى النهارة لندويا ندوى الوطنية أزول مرة إمضافان موقع عرفينو نهارة غنغي جن الحدث دمقران جن ندوى وطنية موضوع الناس يتعلق زي الصفقات العمومية والموضوع الناس أو العنوان ندويا حكامة الصفقات العمومية بين الفرص والمخاطر مش نسن مرة يمسح سنة بأنه الصفقات العمومية تعتبر زي جن الموضوع غاسي جن الرهينية الدمقران غاسي جن أهمية الدمقران لأنه يتشكل جن نسبة الدمقران من النفقات الدولة يتمثل الصفقات العمومية زيادة من 20% من الدخل العام للدولة وبالتالي الأهمية يتم قرانة الأموال يتم قرانة تعرف من المساطر الصفقات العمومية تخرق ديج مجموعة الاختلالات ديج مجموعة المشاكل ديج مجموعة الإشكالات ذي الممارسة النس يعني كذلك تخلق ديج مجموعة المنازعات ذي الممارسة النس جاء الإدارة يعني اللي كتمثل مثلا ذي القطاعات الحكومية أو تمثل ذي المؤسسات العمومية أو ذي الجامعات الترابية فالصفقات يتوجن تريد تصل المشاكل تصل المنازعات نشي نهار نسد باش نحاول ما امكن ان نسيور المشاكل ان نسيور الاشكالات ان نشوف مجموعه المقترحات مجموعه التوصيات مقترحات ضمنت مرغ المؤسسات العامه للدوله خاصه البرلمان باش انه تحاول ما امكن اتجود النص القانوني لان الممارسه النص ليس تصل المشاكل ليس تصل الاشكالات الندويا يحضر كاين مجموعه من الاساتذه مجموعه الاطور مجموعه الخبراء مجموعه المهتمين كاين غير شارك ندير ندوايا باش نحاول ما امكن ان نعالج الموضوعات ذي مختلف الجوانب الناس حضرنا كاين غدا نتشهد اساتذه جامعيين ذي مار الجامعات المغرب على حال ذي مكناس ذي فاس ذي طنجه ذي عربه ذي دار البيضاء ذي مراكش ذي بني منال حضرنا كاين باش شاركنا كاين غدا ندوايا كذلك حضرنا كاين كاين غدا مهنيين يجن اطور مثلا حضرنا كاين رئيس الاول محكمه الاستئناف ذي تازا حضرنا كاين كذلك الاستاذ الهاشمي البسيدي تغا خازين جهوي ذي الجهان فاس المكناس إيج مجموعة الأطر كذلك على مستوى الإقليمنا وبالتالي نقار بأنه الموضوع غاس الرهينية لأنه يتشكل إيج المجال مهم جدا من خلاله ممكن الدولة تحقق مجموعة المشاريع التنموية وما لا يوجد كذلك ذي الإطار من الخطاب الملك يتوغى ذي الجلسة افتتاح الجلسة التشريعية يتوغى يسور بأنه ضرورة الإصلاح منظومة الصفقات العمومية ويوجد كذلك من بين الركائز ديوسين دي القانون او مشروع قانون الماليه 2023 وبالتالي شين نتواكب الاحداث نتواكب الاهميه الاحداث خاصه على مستوى البرلمان وكذلك على مستوى الحكومي ان الاضافه النغوش المساهمه النقدي ذي الاشكالات تمقرني النشاطات تغير من ضميث ذي الكليه متعدده التخصصات ضميث ماستر تدبير السياسي والاداري بالشراكه اك مركز الابحاث والدراسات حول الاداره العموميه ذي النظره كذلك اك مركز تكامل مؤسسات هانس صيدل المرة الشركاء حاول ما أمكن شاشن باش أنه أضمن الندوايا باش أدوشن إجن الصورة حول الواقع الصفقات العمومية وكذلك أدوشن إجن مجموعة المقترحات إجن مجموعة التوصيات باش نجود المجال الصفقات العمومية شكرا تشكا موقع ريفينوخ المواكبة نساكينة تتبع نساكينة شكرا جزيلا لكم مشاركون من العيار الثقيل مشاركون متخصصون في المجال لهم كتابات ولهم إسهامات متعددة سواء على مستوى الأكاديمي من أساتذة جامعيين وسواء على مستوى القضائي كذلك وسواء على مستوى المهني ممارسين من مختلف قطاعات الوزارية نشكرهم مجددا على حضورهم معنا في هذه الجلسة العلمية المتميزة كما تعرفون جيدا بأن أشغال هذه الندوة أو موضوع هذه الندوة يعتبر من بين المواضيع التي ربما استعثرت بالعديد من الكتابات ويعد من المواضيع الراهنية التي لها راهنية قوية جدا لارتباطه أساسا بمجال واسع من الإنفاق العمومي نعرف جيدا أن الإنفاق العمومي على مستوى الصفقات العمومية يتجاوز 20% من الدخل العام الداخلي وبالتالي هذا الرقم الكبير جدا يستدعي أو يؤدي أو يمكن أن ترشح عنه مجموعة من الاختلالات مجموعة من الإشكالات مجموعة من التحديات الكبرى التي ترتبط أساسا بالتدبير العمومي ككل كذلك لا يفوتني أن أذكر بأن
أشغال هذه الندوة تتزامن مع خطاب الملكي الذي كان في افتتاح الدورة التشريعية، والذي من بين المرتكزات التي ركز عليها مسألة الاستثمار ومسألة تجويد وحوكمة الصفقات العمومية، لأن الاستثمار يرتبط بشكل كبير جدا بهذا الإجراء، إجراء مسألة الصفقات العمومية. وبالتالي خضع قانون المنظم للصفقات العمومية لمجموعة من التعديلات المهمة جدا، والتي سوف يبسطها أمامنا السادة الأساتذة الأفاضل. حتى لا أطيل عليكم في هذه الجلسة الافتتاحية، لأن لدينا جلسات كثيرة أزيد من 4 جلسات، إضافة إلى أزيد من 24 متدخلا في مختلف المجالات وفي مختلف المواضيع المرتبطة بهذه الندوة. بداية أحيل الكلمة إلى السيد العميد، عميد كلية متعددة التخصصات بالناظور، وأشكره مجددا على حضوره ودعمه لنا من أجل إقامة هذا النشاط العلمي المتميز. شكرا لكم السيد العميد، لكم الكلمة. على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه. شكرا سيد منسق الندوة، لي الشرف الكبير من أفتتح معكم أشغال هذه الندوة المهمة في موضوع حكمة الصفقات العمومية بالمغرب بين الفرص والمخاطر. فقبل التطرق إلى أهمية هذا الموضوع، لابد من الإشارة إلى الحضور الكريم، لأنه الكلية المتعددة التخصصات وخاصة الفريق الذي يعني المنظم لهذه الندوة كان قد نظم عدة ندوات ومؤتمرات مهمة سبقت الأحداث. فمثلا البارحة كنا حاضرين في الملتقى البرلماني الرابع للجهات تحت شعار مؤسسة النجد التعاقدي لدعم أساسية سريع تنزيل الجهة والمتقدمة الذي نظم بمجلس المستشارين. فخلال تلك التدخلات استحضرنا يعني الأحداث العلمية التي نظمناها في الكلية المتعددة التخصصات في الماضي، وأشكر خاصة أساتذة القانون العام الذين يبادرون من مثل هذه الأفكار وهنيئا بالأعمال التي يقومون بها. نحن كإدارة لابد من دعم المختبرات خاصة وفرق البحث الكلية لتنظيم أوراش وأعمال التي تسير التطورات التي يعيشها وطننا العزيز تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد الثالث حفظه الله. وهذه فرصة كذلك لتبادل الآراء والمعلومات والخبرات التي ستناقش في المؤتمر. ولهذا أنه أهنئ الجميع، ونتمنى للمؤتمرين أنه كما شاءت بعض الحالات أنه تجمع تلك البحوث في كتاب مخصص لهذه الندوة أن بروسيدين، ونحن الكلية مستعدون لنشرها. كما لابد أن لا تفوتني الفرصة أنه أهنئ نفس الفريق، كان له الفضل أنه نشر واحد الكتاب في مجموعة من الأبحاث تخليدا لروح الفقيد الأستاذ ميمو الطاهري، فقيد القانون العام للكلية رحمة الله عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.